يعاني الأهالي في مدينة دوما خلال شهر رمضان المبارك وضعا إنسانيا ومعيشيا صعبا. دوما. حيث إن جيش النظام عمل خلال اقتحامه الأخير والذي سبق قدوم الشهر الكريم بعدة أيام، عمل على محاربة الأهالي من خلال قوت يومهم ومصادر أرزاقهم، حيث قامت شبيحته بتدمير ونهب وإحراق محال تجارية والتي هي مصدر رزق لأصحابها، بالإضافة إلى حرق المحاصيل الزراعية للمزارعين التي حولت خضرة أرضهم رمادا وآمالهم أثرا بعد عين. دوما منطقة لعب، حرق المحاصيل. وكل هذا أدى بدوره إلى تدني مستوى المعيشة أكثر مما كانت عليه بالنسبة لمعظم الأهالي، واعتماد الكثيرين منهم على ما تقدمه الجمعيات الأهلية من مساعدات ومعونات. تجهيز المعونات قبل توزيعها على الأهالي المنكوبين، برغل وعدس سكر رز. اي نعم. ووسط هذه الظروف الصعبة يعمل رب الأسرة وأطفاله جاهدين طوال النهار لتأمين قوت يومهم. حطتك وين صف؟ صف الثامن. شو عم تشتغل هيك؟ والله عم بيع شوية خضرة. ايوه. طيب شو صاير عندكم بالمحل؟ والله دمروا لنا يا رب العالمين. ايوه شو كان هذا المحل؟ كان ألبسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وعند المغرب قد لا يكون الإفطار إلا في بيوت مفتحة أسقفها وجدرانها، كهذا البيت الذي تركت قذائف النظام فيه ذكريات لا تنسى. ولكن رغم ذلك لا يجد الأهالي إلا الله سبحانه وتعالى يتضرعون إليه لينصرهم ويهلك عدوهم. الله أكبر. على بشار الأسد وعصابته.